حتى جماهير النادي الاهلي دلوقتي يا كابتن علاء ما بتقيمكش محليا. لا هو الدوري خلاص انت واخد، انت زهقت دوري. لا 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 40 دوري يعني. الدوري عايزين يقيموك افريقيا، عايزين يشوفوا كاس العالم للانديه، عايزين عارف كلامك ده الصح في ايه؟ رد الفعل بعد ما خسرت افريقيا اتفرج كان عامل ازاي؟ بالظبط محبط جدا 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 جدا، لان افريقيا كانت في ايدك بالظبط يعني، انت كنت ماسك الكاس بايد كويس، وسنتين ورا بعض النادي الاهلي ما ياخدش افريقيا بالنسبه لجمهورك كبير، حاجه كبيره كبير. عشان كده الصدمه كانت كبيره، واللي حصل بعدها اللي احنا بنتكلم فيه انا وانت اللعيبه والمدير الفني ودي كانت جامده. هو ده اللي بيأثر فيك يا ميدو بالظبط، اللي بيأثر فيك بتخسر بطوله ماشي، لكن تخسر بطوله ثانيه زي ما تقول كده الكاس كان في ايدك وتخسرها في إيدك. كان في ايدك رد فعل الناس بتبقى صعب قوي يعني. احنا ما زعلناش على البطوله بتاعت الوداد، لا اكتر من البطوله دي، احنا زعلنا دي اكتر بكتير، لان الوداد كان بفعل فعل البطوله كلها انت بتكسب فيها وانت مظلوم تحكيميا، وادائك في الوداد الى حد كبير بالزبط. كان مقنع شويه غير ادائك في النهايه مع الترجي، عشان كده بقول لك رده الفعل على الناس كانت صعبه قوي. لكن يا اخي سبحان الله جمهور النادي الاهلي مش جمهور هدام خالص 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 يعني، لو حلو قوي حلو قوي قوي الكلمه دي. اه والله عمره ما بيهدم خالص، حتى حلو لو قوي. اه والله عمره ما بيهدم حتى يعني. بص جمهورك كان بعد خسارتك البطوله الاخيره دي يا ميدو والبطوله العربيه كمان تقبل منه اي حاجه، تقبل منه اي رده فعل. لكن سبحان الله الناس برضو حتى ما بتيجي تنتقدك في لسه مساحه حب عندك بالظبط، شايلاها. لا هيرجع النادي الاهلي، هيرجع ما فيش فيه مشكله حتى لو وقت، لكن النادي الاهلي هيرجع، مش النادي الاهلي اللي بطوله تهزه او توقعه. عشان كده لا ثقة جمهورك فيه، ثقتك انت في نفسك، في اسمك الكبير، في لعيبتك، اعتقد الامور دي كلها تمشي ان شاء الله. جميل قوي يا كابتن علاء، فتحت لي نقطه ان جمهور النادي الاهلي بناء وليس هدام، لان في ناس كتير دايما. بس انا لما دورت مع الناس كانوا يبعتوا لي انتوا ليه ما بتنتقدوش الفريق في القناه؟ انتوا ليه مش عارف ما بتنتقدوش مين في القناه؟ انتوا ليه مش عارف ايه؟ وانتوا بتخافوا ف بكرر وبعيد نفس الجمله اللي كابتن علاء قالها، ان احنا هنا او جمهور حقيقي للنادي الاهلي عمره ما يهد، عمره ما يهدم، عمره ما ينتقد الا ما يكون في اسباب انتقاد اللي هي توقع حاجه بالظبط. والحمد لله ما فيش حاجه بتقع في النادي، انت شاهد عينك. وهقول لك حاجه على فكره، من فوائد كتير لما اتفرج عليك وحتى وانا بتكلم دلوقتي انا وانت، ما احنا في نقد بس نقد مش بهدم بيه بالظبط. اما تقول انا بنقد عشان انا عايز الاحسن، مش عايز اوقع حاجه، النقد البيتي بس. اه يعني البيت. احنا في بيت واحد، انا بنقدك من عشمي من حب ليك بالزبط. مش ان انا بحقد عليك وعايز اوقعك خالص بالزبط. خالص بالزبط. والمره مليون، اصل في حاجه كده متاكد منها يعني على اخين منها، عمر النادي الاهلي ده ما هيقع خالص بالزبط. خالص بالزبط. مش الايام دي ولا اللي بعدها ولا بعدها ولا بعدها، حاجه كده يعني ما شاء الله دايما النادي الاهلي ده حاجه فوق كل الانديه الموجوده بالظبط بالظبط.